تاني اكتر مادة مستخدمة بالعالم هي البطون، ومع كل هالشهرة اللي عم تاخدها عم بتخسرنا كتير من موادنا الطبيعية، وبالمقابل عم نشوف انها عم بتخلينا نخسر جبالنا كرمال نعمل البطون. بالمقابل البطون في عنا السوق الاستهلاكية اللي عم بتخلينا كل نستهلك اشياء كل يوم زيادة عن يوم، وعم يطلع عنا جبال من النفايات. فالفكرة انه نستخدم جبال النفايات ونحطها بالبطون، هيك بنوفر علينا ومنخلي جبالنا الطبيعية مثل ما هي. الفكرة انه البلاستيك ندخله بالبطون بيطلع عنا بلاستيك، بيطلع عنا هولو كور بوزن اخف، وهذا حلم كل مهندس انه يعمر بنايات باقل ديد لود ممكنة. فبهالشي عم نضرب عصفورين بحجر واحد، عم نوفر على البيئة انه نرمي النفايات كيف ما كان، وثانيا عم نقرب من حلمنا الهندسي انه نعمر باقل ديد لود ممكنة، اللي هو هالشي اللي عم بيساعدنا كمان انه نعمل عزل حراري اكثر بالبيوت.